السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس إبراهيم عبد المحسن، وإن شاء الله بإذن الله دي المحاضرة الـ14 من كورس الشوب دروينج الأعمال الميكانيكية، واللي هنتكلم فيه عن أعمال التغذية، رسم أعمال التغذية. طيب إحنا نسترجع سريعا كده، إحنا آخر محاضرة اتكلمنا عن الصرف، واتكلمنا عن أنواع الصرف والبلومينج فيكتشرز، واتكلمنا عن اشكال الصرف والبوزيشنز بتاعتها، اللوكيشن بتاعتها فين، اندر تايل واندر سلاب والاباف سيلينج، كل ده اتكلمنا عنه، واتكلمنا عن التويلت ديتيلز والميول وازاي احسب الانفرت ليفل، الحاجات دي كلها اتكلمنا عنها. اتكلمنا عن السايزنج، واتكلمنا عن الجداول والحسابات الخاصة بالكود. في الحقيقة اعمال التغذية الموضوع اسهل بكتير من الصرف، ودي حاجة يعني حبيت ابشركم بيها. انا عارف بالنسبة للصرف كان الموضوع غريب شوية، ايه ده انا بدخل على جداول وفي كل حاجة ليها حساباتها، يعني الهوريزونتال برانش غير الستاك غير الدرينج بيلدينج، كانت الموضوع كان مختلف شوية. ولكن في التغذية لا، الموضوع اسهل بكتير بكتير جدا، لدرجة ان انت ممكن تقول ايه ده الموضوع طلع سهل خالص، ده انا مكنتش اتوقع كده. هو فعلا الموضوع سهل جدا بالنسبة للرسم يعني. واحنا برضه هنمشي على نفس المنوال برضه، يعني احنا كنا من نفس الترتيب بتاع الدرينج هنتكلم عنه في الصرف، لان احنا زي ما اتكلمنا ان اي مبنى بيدخله شبكات صرف ومواسير تغذية تقريبا بنفس الطريقة في الرسم والتحضير هي، فهتلاقي ان انا ايه شبه بكرر شوية حاجات اهو، برضه ايه بنراجع ايه مع بعض. لو جينا بصينا على انواع المواسير بتاعة التغذية، فنفتح كده PDF الجميلة بتاعة المهندس عدنان، هنلاقي ان في انواع للمواسير بتاعة التغذية مختلفة تماما عن الدرينج. يعني احنا في الدرينج كنا بنتكلم عن اليو بي في سي، ده الاعم والاشمل في الصرف، ولكن في التغذية الشائع دايما هي مواسير البي بي ار. وركز معايا كويس قوي في الانواع، لان انت على حسب المشروع اللي انت شغال فيه هتلاقي الدنيا ايه ممكن تختلف شوية، فركز معايا كويس جدا. دي مواسير البي بي ار الشائعة اللي هي دايما ايه بنستخدمها على طول، بتبقى بالشكل ده، ودي سهلة جدا في الاستخدام، سهلة جدا في انك تركب السيستم بطريقة سهلة آمنة جدا. اللايف تايم بتاعها، العمر الافتراضي بتاعها عالي جدا كبير، وهي شائعة جدا في الاستخدام ورخيصة، فهي متداولة جدا. ولكن هل ده معناه ان كل المشاريع بتشتغل بالبي بي ار؟ لا، يعني حاجات نادرة جدا. يعني انا مثلا جيت في مشروع في مصنع كان المالك طالب مواسير نحاس، زي ما هنشوف مع بعض هنا كده، طالب مواسير نحاس. ايه ده نحاس؟ فقلنا له ده نحاس ده غالي جدا، يعني ده الاسهل ليك هو البي بي ار، شائع جدا في السوق، لكن النحاس ده الفيتنج دي بتتفصل مش بتتباع اصلا. ولكن كان له هنا وجهة نظر ان خط الانتاج، مصنع في خط انتاج بيحتاج مية بدرجة نقاء عالية جدا، فالنحاس بيوفر الميزة دي. دايما مواسير شبكات النحاس عمر الافتراضي بتاعها عالي جدا جدا، وبيدي نقاء للمية، المية نادرا لما بتتفاعل مع النحاس. فكان من اشتراطاته ان هو محتاج مواسير نحاس لخطوط الانتاج، فدايما هتلاقي في المصانع ممكن تلاقي النوع ده من المواسير اللي هو النحاس بيبقى مطلوب. يعني في برضو اللي هي المواسير المجلفنة، بس دي ما بقتش موجودة زي الاول. يعني هتلاقي في البيوت القديمة قبل البي بي ار كان بيستخدموا المواسير المجلفنة، بس كل البيوت القديمة دلوقتي كلها تحولت للبي بي ار، كل تحولت من المجلفنة جلفانايزد للبي بي ار. ننتقل بقى للنقطة الأهم، ألا وهي طب أنا دلوقتي، يعني احنا كنا فاهمين في الصرف كانت شبكات الصرف كانت يا إما أندر تايل تحت البلاط، يا إما أندر سلاب تحت السلاب، أو مدفون أندر جراوند. طب الوضع هنا إيه بالنسبة للمية؟ المية برضو نفس الموضوع، ممكن نبدأ نراجع مع بعض برضو ونبدأ نرسم. لو عندي هنا مثلا على جنب كده عندي مبنى مكون من دور أرضي، أنا بحب دايما إيه لما أجي أرسم أبدأ إيه أقسم الأدوار بتاعتي، بتبقى أحسن بكتير. يعني ده أرضي، وعندي أول
وتاني وتالت. جميل. طيب انا بالنسبة لي دلوقتي لو حبيت المبنى ده عايز ابدأ اغذيه بالمية، الوضع بيمشي ازاي؟ لو جينا هنا كده مثلا عند النقطة دي، ثانية واحدة، فرضا انا عندي مبنى مكون من 3 ادوار، الدور الارضي والاول والتاني والتالت، وعايز ابدا اغذي المبنى ده اللي مكون من 4 طوابق الارضي و3 ادوار المتكرر، عايز ابدا اغذيهم بمواسير التغذية. فانا اصلا الدخول على المبنى بيتم زي الفاير اتكلمنا عنه في المحاضرة الثالثة، بيمشي اندر جراوند. يعني انا لو عندي المبنى القائم اهو، ده المبنى بتاعي فلنفرض ان احنا هنلونه بلون اخضر، حلو الكلام، ده المبنى بتاعي، ممكن برضو ايه نزود دور كمان كده، كويس حلو. فانا عايز ابدا اغذي كل الادوار دي، فهرسم كاسنج لاين عشان اوضح بس السيستم بيمشي ازاي، وبعد كده بالتفصيل هنبدا نرسم مع بعض الشبكه. طيب احنا هنبدا ندخل من الشبكه، بيبقى بيمشي اندر ده الجراوند، ده ليفل الشارع، يعني ده الدور الارضي بتاع المبنى، تمام. فالمواسير بتبدا تمشي اندر جراوند، جايه من الشارع اندر جراوند مدفونه، حلو الكلام. وبعد كده بتبدا تطلع في المنور بتاع المبنى، وبيبدا بيطلع لي رايزر، الرايزر ده بيبدا يطلع منه برانشات بتبدا تغذي كل دور. ده كده سنجل لاين عشان لما نيجي نشتغل في الدبل لاين تبقى انت مستوعب احنا بنتكلم في ايه، حلو الكلام. وده الدور الجراوند واللي بنبدا نغذيه. طيب جميل، يبقى لحد دلوقتي انا عندي فيه مواسير هنا اندر جراوند، كويس جدا. يبقى دي كده نوع المواسير اللي ماشيه هنا اندر جراوند، واتكلمنا عنها في الصرف، الاختصار بتاعها يو جي، ده اندر جراوند، كويس جدا حلو. بعد كده بيبدأ يدخل المواسير دي، بتبدأ تطلع في المنور وبتبدأ تدخل جوه كل دور. طيب لو انت في مبنى سكني فبيبقى النظام الشائع عندك بيبقى بالمنظر ده، اللي هي بتبقى مواسير المية ماشية مدفونة تحت البلاط، وبتبدأ تغذي كل فيكتشرز انت موجودة في الحمام، تمام. ده لو مبنى سكني بتلاقي دايما طالع بالرايزر بتاعه ماشي في المنور، طالع بالرايزر بتاعه بتاع التغذية، وبيبدأ يخش من المنور يبدأ يدخل يغذي كل فيكتشرز. ولكن مش ده الشائع، لكن لو انت في مستشفى مثلا فانت هتلاقي الدور مش عبارة عن حمامات بس، لا، حمامات، عيادات أسنان، غرف عمليات، غرفة تحاليل، كل الحاجات دي محتاجة تغذية. فبالتالي الشبكة لما بتمشي في الدور ده ما بتمشيش اندر تايل، ما بتمشيش تحت البلاط زي ما موجود هنا، امال بتمشي فين؟ بتمشي معلقة فوق السقف الساقط. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال لو احنا فرضنا باللون الاحمر ده، ده في سقف ساقط هنا في الدور هنا، حلو الكلام. فهتلاقي ماسورة التغذية مش داخلة اندر جراوند، لا، هتلاقي داخلة من فوق السقف الساقط. الموضوع بيبقى اسهل كتير، لان المعماري دايما بيوفر لي السقف الساقط. ليه؟ عشان ابدا احرك واحط السيستمز بتاعتي فوق السقف الساقط براحتي. السقف الساقط بيبقى اسمه فالس سيلينج، بيبقى اختصاره، احفظ بقى الاختصارات دي، فالس سيلينج اف سي، تمام. ففوق السقف الساقط بتبدا تمشي مواسير التغذيه، وبتبدا تتوزع فوق على الدور كله، حلو كان. ده في حاله ايه؟ لو انت في مستشفى او في مدرسه او في حته فيها اكتر من ابلكيشن محتاج ميه، مش مجرد حمامات فقط. على سبيل المثال انا عندي هنا اهو، ده مشروع مستشفى، حلو الكلام. زي ما انت شايف الوضع مختلف تماما، مش مجرد مجموعة حمامات وبس، لا، غرفة دي غرفة ان اي سي يو اللي هي الانتنسيف كير يونت، انتنسيف كير يونت، سوري عشان المشكلة ان انا ايه ساعات بلخبط في الكلام لما بتسرع، انتنسيف كير يونت، ودي بتبقى غرفة العناية المركزة. ده ما هتلاقي هنا في حمامات، في دايما مناطق احواض
بتبقى موجودة في كل حتة منتشرة. صعب جدا ان انا امشي بالشبكة دي كلها كده زي ما انتوا شايفين امشيها اندر تايل، هتبقى صعبة جدا ومش ابليكابل. فدايما كل ده بيمشي فين؟ في السقف، في فوق السقف الساقط. حتى هتلاقي دايما على الماسورة مكتوب ان السنتر لينس السنتر بتاعه على ارتفاع 3 متر 60، تمام؟ ده بالنسبة للسنتر، ده كده بالنسبة للليفل بتاع الماسورة. فأصبح عندي هنا في لحد دلوقتي كام نوع من البوزيشنز زي الصرف. احنا اتكلمنا في الصرف وقلنا في اندر جراوند، وبرضه نفس الكلام في المية في اندر جراوند. قلنا في الصرف ان في ساعات مواسير بتمشي تحت البلاط، نفس الكلام قلنا هنا لو انت في مبنى سكني هتمشي تحت البلاط مش هتمشي في معلق خالص، فدي اندر تايل. وقلنا برضو لو انت ماشي في بتغذي مكان عام محتاج مياه في كل حتة، قبل في اكتر من ابليكيشن، فهتمشي above ceiling. above ceiling او اختصاره التاني under slab، تمام؟ under slab. under slab دي يعني ايه؟ يعني السلابة، احنا قلنا سلاب يعني سقف، يعني سقف الدور اللي فوق انا اندر، انا تحت منه، فعشان كده سموه اندر سلاب. دي او دي الاتنين صح. شوف انت ايه اللي يناسبك كمصطلح واكتبه في الاخر في الليجند زي ما موجود هنا كده. هتيجي هنا في الليجند وتيجي تكتب الاختصارات بتاعتك. اندر تايل تكتبها له، اندر جراوند تكتبها له، اختصار انت شوف الاختصار اللي يريحك، الف اختصار براحتك واكتبه في اللوحة. اهم حاجة تكون كاتبه في اللوحة. والاختصارات دي هنتكلم فيها وهنشرحها مع بعض واحنا بنرسم. طيب لحد دلوقتي احنا اتكلمنا بشكل بسيط على الاماكن بتاعت مسارات التغذية بتمشي فين في المبنى، اندر جراوند واندر تايل واندر سلاب او اباف سيلينج، تمام؟ ده لحد دلوقتي بالنسبة للوكيشن. نقطة مهمة جدا ودايما بننساها، يعني ترسم شبكة ممتازة جدا وتنسى حاجة صغيرة ومهمة جدا، هي حتة الفنت. يمكن انا بنساها، انا حتى نسيت المحاضرة اللي فاتت اتكلم عن صرف، عن الفنت بتاع الصرف، وناس كتير نبهوني للنقطة دي وان شاء الله هشرحها في اخر المحاضرة دي ان شاء الله. فبنيجي هنا مثلا، هتيجي الفنت بتاع التغذية لازم يتحط. هتقولي الله انا مش فاهم يعني ايه فنت تغذية، طب انا في الصرف هعمل فنت عشان في ريحة مش كويسة في المواسير هعمل لها فنت، طب والتغذية مية نظيفة هعمل لها فنت ليه؟ اه ما هو انا نسيت اقولك ان الشبكة دي وارد جدا بيحصل لها تسريب. فلما بيحصل لها تسريب اللي بيحصل يعني تسريب يعني ايه؟ يعني مية خرجت من السيستم هيخش مكانها هوا. الهوا ده اكبر مشكلة تخاف منها هي الهوا. الهوا جوه المواسير كارثة بكل المقاييس. الهوا ممكن يبهدل لك الشبكة كلها، تلاقي الشبكة بتبدأ عند الكعان وعند النقطة الضعيفة تبدأ تتكسر، تبدأ يحصل لها ليكج اكتر. فدايما بنحمي الشبكة بتاعتنا، شبكة التغذية، شبكة الحريق، شبكة الشيلد، اي شبكة مضغوطة بمية بليكويد لازم نحط ايرفنت. بنحط الايرفنت فين؟ بنحطه في اعلى نقطة في الشبكة في الرايزر. طبعا هو انا ماشي اندر جراوند هبدأ اطلع بالرايزر بتاعي، اعلى نقطة هنا بركب محبس ايرفنت، وبيبقى اختصاره اوتوماتيك اير فينت، تمام؟ ده مهم جدا لازم يتحط ولا غنى عنه، تمام؟ فركز جدا كويس قوي في النقطة دي. ننتقل للنقطة التانية والأهم، وهي الخاصة بعزل المواسير. هتقولي ايه ده؟ هو أنا بعزل مواسير المية؟ اه، ولكن قبل ما أشرح لك العزل المواسير بتاعة المية خليني اشرح لك هو ايه فكرة العزل. يعني لما اجي اقول لك في الميكانيكا في هعمل عزل للسيستم، عندي صاج عايز اعزله، عندي شيلد عايز اعزله، هي اصلا ايه الفكرة من العزل؟ اولا العزل مهم جدا في جزئية ان انا بحافظ على درجة حرارة المية.
او الليكويد اللي ماشي جوه المواسير. وهنا في التغذية انا ببقى عايز احافظ على درجة حرارة المية السخنة اللي هي موجودة جوه الشبكة دي، اول نقطة. كذلك برضو في الشيلد، يعني انت لو جيت في الشيلد برضو احنا نبني عزل المواسير، لان المواسير درجة حرارتها باردة جدا من حوالي 12 درجة 7 درجات سيليزياس. فبعمل عملية عزل انسيوليشن للشبكة عندي عشان احافظ على المية دي. انا المية دي عشان اجمدها في الشيلد، يعني اوصلها لدرجة حرارة قليلة دي، انا صرفت كتير جدا. فعشان احافظ على الهي على الانرجي دي لازم اعزل المواسير. نقطة تانية والاهم هي سلامة العامل او المهندس اللي مسؤول عن عملية الصيانة. مينفعش يجي عند ماسورة سخنة ويمسكها، ممكن بالخطأ يمسك الماسورة، فبالتالي مهم جدا اعمل عملية عزل للمواسير. انا حابب بس اوضح نقطة سريعا كده، معلش هخرجكم من مود المحاضرة. ان شاء الله باذن الله، عشان في ناس كانت بتسألني بخصوص هل ايه ان شاء الله الخطة الفترة الجاية معايا، الدنيا هتمشي ازاي، هل في جديد هقدمه ولا هكتفي بالشوب دروينج. الحقيقة الفترة دي انا ان شاء الله بحضر محتوى قوي جدا بخصوص التصميم. انا عارف ان انا شرحت جزء منه في الشوب دروينج، ولكن بقى بالتفصيل الممل هنبدأ نتعمق في جزئية التصميم اكتر. فبإذن الله هيبقى في مجموعة دورات، انا همشي على اتجاهين. انت دايما يعني انا بحب دايما امشي بنظام شوية، بترتيب شوية. انا هبدأ اشتغل في اتجاه الاونلاين واتجاه الاوفلاين. الاوفلاين يعني ايه اوفلاين؟ يعني بالحضور ان شاء الله في سنتر، يعني انا حاليا بتعاقد معاه بعد العيد ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. هبدأ اتعاقد معاه ان احنا نبدأ نعمل ايه سنتر، فرع في اسكندرية وفرع في القاهرة في مصر، بحيث تبقى الدنيا برضو ايه اللي حابب يحضر كورس بالحضور، لان في ناس بتستفاد بالطريقة دي. فان شاء الله بإذن الله ده هيكون متوفر، وهعلن عنه في الجروب ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله، اول ما السنترز تفتح بإذن الله والدنيا تمشي كده هبدأ اتكلم عنه في الجروب. والاتجاه التاني ان شاء الله هبدأ اتجه في الاونلاين على موقع يوديمي، هبدأ انزل كورسات خاصة بالتصميم وبالبرامج برضو. فبإذن الله يعني الفترة الجاية تبقى حاجة كويسة جدا وتعجبكم بإذن الله. وأهم حاجة عندي يعني الحمد لله، أنا من دي وان وأنا يعني أنا بقالي أهو 8 شهور شغال على اليوتيوب. الحمد لله يعني الواحد ربنا كرمه بمعارف بناس كتير، يعني أنا اتعرفت على ناس كتير جدا الحمد لله، بقى فيه متابعين كتير جدا بفضل الله، والناس دي شجعتني بصراحة ان الواحد يكمل ويبدأ في تطور. لان طبيعي جدا الواحد يعني بدأ عند بوينت والحمد لله بيطور من نفسه كل فترة، بيشوف الناس بتفكر ازاي، ايه المشاكل اللي عندهم، اللي بيتابع الكورس ايه نقط الضعف اللي هي عنده ومحتاج يقويها. الحمد لله الواحد دايما بيبقى مركز ايه اللي هو محتاجه بالظبط، الشخص محتاج ايه بالظبط. ودايما اهم حاجة عندي حتة الوقت، انت جاي تفتح اليوتيوب، تفتح القناة، عايز تتفرج على المحاضرة، أنا مش هضيع لك وقتك، هي المحاضرة ساعة، أنت هتستفاد من الساعة. فأنا مهم جدا بالنسبة لي وقتك. في دايما كورسات تانية بتبقى تلاقيهم 40 ساعة و20 ساعة وتطلع مش فاهم أي حاجة، يعني الوضع بيبقى صعب جدا. فالحمد لله يعني آراء الناس والمتابعين الحمد لله في تزايد، وهم دول اللي دايما بيدوني الأفكار. أنا على فكرة مبطلعش أفكار جديدة، انتوا اللي بتقولوا عليه انا بعمله مش اكتر. فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هيكون في تطور في المحتوى وفي طريقه العرض كمان. وحته الاوفلاين دي اظن هتفيد ناس كتير جدا كانت حابه تحضر في سنتر، وتبقى الموضوع فيه تفاعلي اكتر. فان شاء الله باذن الله الموضوع ده يعني هينجح ان شاء الله، اتوقع باذن الله النقطه دي تبقى كويسه جدا. معلش يبان عليا بس صوتي تعب شويه، بس انا فعلا بقالي 3 أسابيع تقريبا النوم ده زيرو، ما بنامش، يعني شغل الصبح وبالليل تحضير محتوى جديد الفترة الجاية. الله المستعان، ربنا يكرم بإذن الله. وبالنسبة للأسعار، يعني أنا دايما أنا من داي وان وأنا بدأت أنا الموضوع مش ربحي بالنسبة لي، ولا أنا أكبر الأرباح والكلام ده خالص. أنا أهم حاجة عندي الشخص اللي قدامي يستفاد. فانا اوعدكم ان مفيش اسعار بقى اللي هي الجنونيه اللي بنسمعها دي،
الكلام ده مش موجود، كل حاجة في المتناول. والحمد لله اللي اشترى الكرسي على يوديمي، ايه ده، يقول لي ايه ده، ايه سعر الكرسي ده، ده مفيش زيه. فالحمد لله انا بالنسبة لي المحتوى والسعر والوقت ده اكتر 3 حاجات انا بركز عليهم وانا بشرح. طيب نرجع نكمل الشرح بتاعنا. فقلنا ان لازم مهم جدا موضوع عزل المواسير، ان انا بحافظ على الطاقة، ببدأ احمي الشخص اللي هو بيبدأ مسؤول عن عملية الصيانة والتشغيل، وان انا كمان يعمل ساوند دامبنج، الساوند يبدأ الصوت يبدأ يعمل له امتصاص للصوت، ودي نقط كلها مهمة جدا. طيب المادة اللي انا بعزل بيها دي شكلها عامل ازاي؟ مهم جدا يكون تكون غير قابلة للتآكل، ما ينفعش اركب مادة بتعزل المواسير وألاقيها بتتاكل مني او بتبوظ مع الوقت. مهم جدا تكون خفيفة وسهلة في التركيب. من اشهر الماتيريال اللي بنعزل بيها هي الصوف الصخري والصوف الزجاجي، الاتنين دول اللي بنشتغل بيهم. ده بالنسبة للصوف، أنواع الصوف اللي بنعزل بيها. وبالنسبة للجزء التاني اللي هو الفليكس، الأرما فليكس، وده براند مشهور جدا اللي هو اسمه فليكسابل مش عارف ايه كده، هو أرما فليكس ده أشهر براند للمواسير، النوع اللي هو الفليكس. فده برضو بنستخدمه أكتر في التبريد، بالذات في الفريون ده بنستخدمه كتير جدا. والتكييف طبعا والشيلد. طبعا الصوف الزجاجي بنستخدمه اكتر في برضه نفس الكلام في المياه السخنه عشان بتستحمل درجات حراره عاليه جدا، والصوف الصخري بنستخدمه اكتر في الصاج. فبس كلهم بيحققوا نفس الغرض يعني. طيب الجزئيه الاهم بقى واللي هنتكلم عليها انا، وهي الجزء الخاص بالسبورتات، ودي مهمه جدا عايز اتكلم عليها. شكل السبورتات اللي بنبدا نعلق بيها الشبكه، لو عندي شبكة اندر جراوند فانا اوريدي خلاص مش محتاج ان انا اعلقها. تمام، نرجع تاني كده عشان ايه تبقوا متخيلين الوضع. الشبكة دي بتبقى مدفونة تحت الارض، كل ده مدفون كويس. الشبكة دي اندر تايل، دي مدفونة تحت البلاط فمش محتاجة سبورت يشيلها. اما الشبكة دي فهي اندر سلاب او اباف سيلينج، فوق السقف، فبالتالي لازم تتعلق ما دام هي مكانها فوق السقف. طيب فوق السقف بنستخدم السبورتات دي. بصراحة مش كل الانواع دي بنستخدمها، الحاجات دي بتبقى الحاجات السبيشال كيسز. احنا بنستخدم اللي هو الهانجر او السويفل اللي هو بيبقى بالشكل ده، ده السويفل هانجر اللي بنستخدمه. وفي الادجاستابل ده برضو بنستخدمه. الرولينج ده لا، ندلنا لما بنستخدمه. السوفر رينج طبعا بنستخدمه، والكليفز ده بنستخدمه بشكل اساسي. دول اشهر الانواع. طبعا المسافة بين كل هنجر والتاني زي ما اتكلمنا في الصرف هي برضو بنمشيها في البي ار، ثبتها كل متر، كل متر حط ايه، حط سبورت زي ما موجود في الجدول، وده اتكلمنا عنه في اليو بي في سي. النقطة الأهم بقى اللي هنتكلم عليها خاصة بيه الفيكتشرز، وانا في الاخر انا بعمل شبكة وبغذيها جوه المكان ليه؟ عشان ابدأ اوصلها للنقط اللي محتاجة تغذية. طب ايه هي النقط اللي محتاجة تغذية؟ نفس اللي في الصرف. فاكرين في الصرف احنا ليه بنعمل شبكة صرف؟ عشان نصرف نقط معينة، النقط دي اسمها ايه؟ بلامك فيكتشرز، نفس الكلام. فكل نقطة اللي البلامك فيكتشرز بتحتاج نقطة تغذية. يعني على سبيل المثال دورة المياه دي، فاكرين دي نوعها ايه لو تفتكروا؟ اذا انتوا لسه بتفكروا طبعا الستراب لازم. او انت نسيت الكورس ولا ايه؟ وتقريبا عشان قعدت شهر تقريبا ما بنزلش محاضره فالناس نسيت تقريبا. طب دي نقطه الصرف. طب نقطه التغذيه، نقطه التغذيه هنا اللي هي الجزئيه الخاصه بالصافون. انا ما اعرفش يعني في بقيه الدول بيسموها ايه، يعني في مصر بنسميها صافون. تمام، دي بنحتاج ليها ايه، محبس. برضو ده كده لو انت فلاش تانك، لو انت فلاش فالف فانت بتركب
محبس فلاش فالف، تمام، مهم جدا تعرف الفرق ما بين فلاش فالف وفلاش تانك. ده هنا بيبقى فيه تانك وسيفون، وده فلاش فالف، وده اتكلمنا عنه في محاضرة الصرف الفرق بينهم. مهم جدا تبقى انت عارف التعريفات دي عشان لما نيجي نرسم يبقى خلاص الموضوع سهل، وتبقى انت ايه مستوعب الدنيا ماشية ازاي. طبعا المبولة الحائطية اللي هي اليورينال برضو بتبقى محتاجة نقطة تغذية، تمام. الحوض اكيد محتاجة نقطة تغذية، تمام، نقطة تغذية ونقطة صرف، دي نقطة الصرف اهي 32، ونقطة التغذية قال لي نص. طيب خلينا نتفق على نقطة مهمة جدا، ودي يا ريت تكتبها عندك نوت. أي بلامينج فيكتشر في الدنيا ماسورة المية اللي داخلة عليه نص بوصة، 20 ملي، تمام، عشان بس ايه ما نلخبطش. نص بوصة 20 ملي، فدي ثبتها دايما معانا على طول. اي حوض محتاج ماسورة نص بوصة تخش عليه بس، ودي حبان معانا في الرسومات كمان شوية. طيب طبعا اشكال كتير وانواع كتير للبرامج فيكتشرز موجودة هنا. او حوض، عندي الحوض ده، دي ماسورة الصرف بتاعته، ودي اتكلمنا عنه في المحاضرة اللي فاتت، ودي محبسين الايزوليشن فالف اللي بتوع التغذية، مية سخنة ومية باردة. طب أنا عايزك تتخيل معايا الأشكال عشان واحنا بنرسم تبقى أنت مستوعب احنا ايه بنرسم ايه بالظبط. وده الشاور نفس الكلام، بيبقى محتاج نقطة تغذية. والبانيو، تمام، كل الحاجات دي يعني تبقى أنت ايه ممكن تبص عليها تعرف تفاصيل كل ايه شكل ايه، تمام كده. احنا بعد كده هندخل، لا ده كده خلاص، ده بالنسبة للانفرا. الانفرا ان شاء الله هيبقى فيه كورس ليه هعلن عنه في يوديمي ان شاء الله، هتكلم عنه بإذن الله، المناهيل والحسابات والرسم، كل التفاصيل الخاصة بالانفراستراكشر ان شاء الله بإذن الله هيبقى فيه كورس منفصل على موقع يوديمي، وهعلن عنه قريب بإذن الله، برضو جاري تجهيزه الفترة دي بإذن الله. طيب طب ننتقل بقى للنقطة التانية والأهم، هنتكلم عن السايزنج، هنتكلم عن الحسابات بتاعتها، وبعد كده هندخل في الرسم، وبكده نكون ايه هنكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا. طيب نبدأ بالجزء الخاص بالسايزنج. فاكرين في الصرف كنا شغالين ازاي؟ كنا بنقول طبعا مهم جدا انك تكون متابع محاضرة الصرف الأول، وبعد كده تتابع محاضرة التغذية. كنا بنقول حاجة مهمة جدا، ان في الصرف كنا بنجمع حاجه اسمها Drainage Fixture Unit DFU، وكانت الدرينج فيكتشر يونت دي بتقول ان مثلا قاعده حمام عايزه 5 درينج فيكتشر يونت، يورينال عايز 3 درينج، وهكذا. وبتجمع كل الدرينج فيكتشر يونت وبعد كده بتحولهم لجي بي ام، وبعد كده بتقدر تحسب السايز بتاعك، تمام. ولكن هنا الوضع مختلف بالنسبة للتغذية، يعني أشبه شوية في حاجات وحاجات لأ. بمعنى إيه؟ برضه هتيجي عند كل دور، ركز بقى معايا كويس جدا، كل دور عندك الدور ده مثلا فيه أربع أحواض وتلات حمامات، تمام، ركز معايا. تبدأ تدخل على الجدول الخاص بالووتر سبلاي فيكتشر يونت من الكود. فاكرين درينج في كيتشر يونت؟ في زيه بقى في الحمام ووتر سبلاي في كيتشر يونت. فهتدخل مثلا هتلاقي ان عندك كل الانواع بقى. عندي الحوض، الحوض ده والله لو كولد بس مش مفهوش سخان فهيبقى 1.5 في كيتشر يونت، لو سخن وبارد فهيبقى 7/10، تمام، مفيش سخن بس طبعا، احنا يا اما بارد يا اما سخن وبارد، حلو كلام. فانت كده عرفت بقى انت عندك ايه، يبقى انت عندك حمام 7/10. تدخل تاني عندك في نفس الحمام ده في يورينال، اليورينال 10 في كيتشر يونت كولد، طبعا في سخن، اليورينال المبولة بتبقى المية باردة، مية اللي هي الكولد ووتر العادية. فبتبدأ تجمع من كل دور، يعني عشان بس اختصر الوقت، تبدأ تجمع من كل دور الفيكتشرز بتاعتها. فتيجي مثلا عند الدور الثالث هتجمع، هتشوف عندك كام حمام، زي ما كنا في الدرينج نفس السيكونس هنمشيه في الووتر سبلاي، هتشوف عندك كام حمام كام قاعده، وبتبدا تحسب. ففي الاخر تقول ان الووتر سبلاي فيكتشر يونت كام،
100. ركز بقى معايا كويس جدا في النقطة دي. تيجي عند الدور التاني هتشوف عندك كام حمام، كام قاعدة، كام شاور، وتبدأ تجمع الفيكتشر يونت بتاعتها. لو هي مية باردة بس فانت هتشتغل على العمود ده، حلو الكلام. ولو هي مية سخن وبارد فهتشتغل على العمود ده، تختار الأرقام من العمود ده. تدخل مثلا على الحوض، تبدأ تشوف هو الحوض ده على حسب الديزاين موجود عندي سخن ولا سخن وبارد. والله سخن، والله بارد بس. بارد ولا سخن وبارد؟ بارد بس. يبقى ايه؟ يبقى نص فيكتشر يونت. طب عندي من الحوض ده كام واحد؟ عندي 10. يبقى دول كام؟ 5 فيكتشر يونت. تمام. طب والله لا، ده انا عندي سخان بيخدم على ال10 احواض دول، يبقى كام؟ يبقى 7 من 10 في 10. تمام، يبقى انت عندك 7 فيكتشر يونت، وهكذا. ففرضا ان احنا قلنا ان الدور الثاني فيه 100، حلو الكلام، وعندك في الدور الاول فيه 50، احنا هنفصل الارقام. تمام، وعندك في الدور الارضي فيه 50 زيهم، يبقى هنا التوتال فيكتشر يونت كام؟ 150 50، كده 200 فيكتشر يونت. حلو الكلام، ركز بقى معايا كويس جدا في الخطوه دي. بعد ما بتحصل على الرقم ده بتبدا تحوله لجي بي ام. بتحوله لجي بي ام ازاي؟ بتبدا تدخل على الجدول التاني ده وبتبدا تشوف انت عندك كام؟ 200. فبتبدا تشوف الارقام. الجدول ده بيبقى فيه عباره عن اللود بتاعي، الفيكتشر يونت بتاعتي، حلو الكلام، وبيبدا يحول لك الفيكتشر يونت دي لايه؟ لجالون بير مينت. ولكن هنلاحظ حاجه هنا، ان الجدول مقسوم نصين. بيقول لك والله انت على حسب المبنى بتاعك ده هل بيحتوي على فلاش تانك ولا فلاش فالف. فانت هتشوف والله لو المبنى بتاعك فلاش تانك فانت هتشتغل في المربع ده، لو المبنى بتاعك عبارة عن فلاش فالف فانت هتشتغل في المربع ده. تمام، مركز معايا لحد دلوقتي. فانت اول حاجة الجدول عشان تخش له بتشوف الاول هو فلاش تانك ولا فلاش فالف. طب افرض الاتنين مع بعض، بتشوف انهي الاغلب وبتشتغل عليه. طبعا انت بتشتغل على، لو الاتنين مع بعض بتشتغل على الاكبر اللي هو دايما بيبقى فلاش فالف. تمام، يبقى انت بتشوف انهي الاتنين، تشوف دايما انهي الاكتر. بس هو نادرا لما بيحصل خلط بين الاثنين، بيبقى دايما بتلاقي ممكن المبنى فيه 2 فلاش تانك والباقي فلاش فالف مثلا، فانت مش هتقع في الحيره دي كتير، ما تقلقش. طبعا كل ده بتكلم في حاله لو انت عندك الرسومات التصميميه مش متوضح عليها السايزنج، انا بقول لك ازاي تعمل ايه سايزنج. طيب، فده كده الفلاش تانك والفلاش فالف. خلاص انا عندي هنا مبنى عباره عن فلاش تانك مثلا على سبيل المثال، قلنا ان احنا عندنا 200 فيكتشر يونت. بتبدا تشوف الفيكتشر يونت عندك من واحد لحد اهو 200 فيكتشر يونت. ال 200 فيكتشر يونت دي بتعادل قد ايه جالون بير مينت؟ طبعا احنا في الرسومات بنشتغل بالجالون بير مينت، ما تلخبطش نفسك. في التكييف بنشتغل بالكيوب ديفيت بير مينت. تمام، فانت ما تلخبطش نفسك. فجالون بير مينت، جالون بير مينت، يبقى 65 جالون بير مينت. كده يبقى المبنى بتاعك محتاج 65 جالون بير مينت. يعني بمعنى نقطة الدخول على المبنى دي عايزة 65 جالون بير مينت. طيب كويس، فكرة انك توصل للجي بي ام ده معناه ان انت خلاص هتعرف تعمل سايزنج زي ما شرحنا قبل كده. لو تفتكروا في الشيلد ازاي بنعمل سايزنج، هي التغذية، هي الشيلد، مش هتختلف كتير. بس برضو هنرجعها مع بعض سريعا. ندخل على المودي تشارت، مهمة جدا المودي تشارت، هنلاقيها معانا هنا اهو. ندخل على المودي تشارت، عندك جالون بير مينت قلنا كام؟ 65. فبتشد خط بين 60 وبين 80 اهو، ده كده 65. وبعد كده قلنا ان احنا دايما بنحب نشتغل على السرعات اللي هي من 4 ل 8 فيت بير مينت، او من 1 متر ل 3 متر بير سكند. فبندور هنا على السرعات، اهي سرعات بالفيت بير مينت من كام؟ قلنا من 4 ل 8. فانت عندك 8 و6 و5 و4، دي كده ايه محور السرعات اهي، مال ايه وكاتب عليها اهو. فاحنا لو فنفنا احنا نشتغل على الستة، ايه ده سوري، فاحنا هنشتغل على الستة فيت بير مينت، حلو كلام. هيبدأ يتقاطع في نقطة، النقطة دي انزل بيها لتحت كده. النقطة دي مهمة جدا،
برضو انا براجع على الكلام اللي اتقال قبل كده. النقطة دي حددت لي دلوقتي السايز وحددت لي الفريكشن كوفيشنت. وايه فايدة الاتنين هوضحهم دلوقتي. فين السايز؟ انا دلوقتي كل ده بعمله عشان احسب السايز. السايز اللي هو ده، كل ده السايز، كل الخطوط اللي ماشية كده دي السايز. فالنقطة دي واقعة على المقاس اللي هو 2 بوصة، يبقى انا كده محتاج الماسورة اللي داخلة جوه المبنى هنا كام؟ 2 بوصة. 2 بوصة، يبقى نعمل هنا ونقول ان دي 2 بوصة. تمام، طيب حلو الكلام. يبقى احنا حددنا السايز وحددنا الجي بي ام، وتكتب هنا كمان ان الجي بي ام كام؟ 65. 65 الجي بي ام. حلو الكلام. طيب كل دور بقى ده كده الخط الرئيسي. طيب انا بقى في الادوار دي هعمل ايه؟ برضو نفس الكلام. انت عندك هنا كام؟ 50 ووتر سبلاي في كيتشر يونت. هتقوم داخل على الجدول برضو تاني، الجدول اللي فوق، تشوف ال50 دي مسمعة معاك في كام. انا عندي الحمامات كلها هنا فلاش تانك، تشوف ال50 دي اهي عايزة كام؟ عايزة 29، 29 جالون بير مينت. خلاص 29 جالون بير مينت، هتقوم داخل على الشارت بتاعتنا الجميلة نفس الكلام برضو. هتقوم داخل هنا بال29، هتقاطعها مع السرعة اللي هي 6 فيت اللي انت بتفترضها من عندك، وبتبدأ تحدد الفريكشن كوفيشن. طيب في نقطة مهمة جدا، انا حددت السايد الفريكشن كوفيشن ده يهمني في ايه؟ الفريكشن كوفيشن ده يهمني ان هو يكون ما يكونش عالي. دايما اشتغل الفريكشن كوفيشنت في الرينج ده اللي هو المتوسط ده، عشان بس ما تتعبش دماغك. هو دايما الاحسن هو يبقى 10 فيت لكل 100 فيت. فانت بتحول هنا عندك ايه؟ بالبي اس اي لكل 100 فيت. فانت تشوف الرقم اللي طالع لك ده كام بي اس اي، وتحوله لفيت، وتشوف هو هل هو اقل ولا اكتر من 10 فيت لكل 100 فيت. وفر على نفسك لو انت، عشان بس اللخبطه، اشتغل في الرينج ده، كل الرينج ده ابليكابل. لا تشتغل قليل قوي لان القليل قوي ده هيعلي لك سايز، ولا تشتغل عالي عن كده لان ده هيبدا يزود لك حمل البامب، ويبقى البامب هتلاقي ان البريشر بتاعها عالي جدا. فده الرينج المتوسط اللي هو الابليكابل السهل جدا. انا بحب يعني بحاول دايما ايه اوصلك لاقصر الطرق اللي تشتغل بيها. تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا عن السايزنج والنقطه اللي تاخد بالك ايه كويس قوي منها. طب نيجي بقى للجزئيه الاهم واللي هي خاصه بالرسم. الرسم مفيش احسن منه، يعني دي دايما مقولتي ان الرسم ده اسهل حاجه. انا حتى في الشغل، حتى لما بيبقى معايا حد لسه مثلا جديد في المجال او ما اشتغلش قبل كده، اقول له ما تشغلش بالك بالرسم، بس اهم حاجه كنت عارف بترسم ايه، كنت مستوعب كل الكلام اللي انا ايه نظر اللي انا ايه اللي انا قلته ده. فنيجي على سبيل المثال، تعال نبص على لوحة ديزاين وبعد كده نبدأ ايه نبدأ نرسم. طيب عندك حمام على سبيل المثال صغير، نبدأ كده حمام صغير وبعد كده نبدأ ايه نوسع الشبكة. هفهمك الرسمة وبعد كده نبدأ ايه نبدأ نرسم. الحمام ده بالمناسبة هو حمام للمعاقين. حلو كلام، حمام للمعاقين. ودايما في البلان بيبقى مهم جدا، دي برضو معلومة ليك، بيبقى بيعمل رسمة دائرية كده وبيبدأ ايه يعمل انديكيشن ولكن ده حمام معقيم. حمام معقيم بيبقى ليه كده مواصفات خاصة من ناحية فتح الباب، من ناحية الاستخدام، من ناحية حتى انواع الووتر كلوزت اللي بنستخدمها بالنسبة لحمام المعاقين. طيب زي ما قلت قبل كده في الرسمة الصغيرة اللطيفة اللي احنا كنا بنشرح فيها، هي راحت فين؟ راحت فين؟ ده انا عملت زوم اوت بس اختفت. طيب ماشي ما علينا، ده الواحد بص من كتر ما البلان مليان حمامات الدنيا تاهت. ماشي خلينا احنا ايه في الحمام ده. الحمام والله هرب ما لقيتوش، عملت زوم اوت اختفى، ما تفهمش راح فين. طيب خليني كده، كنت عايز اوضح نقطة، اللهم صل على النبي.
الواحد نفسه كان عايز يقول ايه. اه افتكرت، نرجع كده بس سريعا للنقطة دي. قلنا ان مواسير المياه عندي بتمشي تحت الارض، حلو الكلام، وبتبدأ تطلع في الرايزر، ومن الرايزر بيبدأ يعمل برانشينج لكل ايه، لكل دور، لكل حمام بيبدأ يوزع ليه. نفس الكلام اهو باين عندي في البلان، ده المنور بتاعي اهو، ده الرايزر بتاعي اهو، وبيبدأ، وده الدور التالت، احنا في الدور التالت، يعني في الدور التاني في زيه برضو، وده الدور التالت اهو، بياخد البرانش وبيبدأ يدخل، بيقولك انا هغذي الحمام ده وهغذي القعدة دي. مبدئيا كده انا عايزك تفكر معايا كده عشان بس ايه تبقى انت ايه مستوعب اللي انا هقوله كويس جدا. معلش الكلام ده نظري كتير بس التطبيق سهل، بس افهم النظري ده كويس. بص يا سيدي، مبدئيا كده لو عندك حمام في ظهر منور، فانت مبدئيا كده هتمشي يا اما المواسير دي ماشيه في الحيطه، يا اما ماشيه اندر تايل في الارض، مش هتمشي معلقه، الا مش هتمشي على الا لو انا عندي السخان ده في المعلق فوق، فانا همشي في المعلق. تمام، النقطه دي ركز فيها كويس جدا. طيب الكيس التانية اللي ممكن تقابلني ايه، ان انا عندي مثلا كانت في حاجه هنا كده، ايوه هي دي، عندي مثلا كان عندي هنا في المستشفى كان عندي في حوض اسمه حوض الجراحين، يعني كان في اوضه عمليات هنا، كل اوضه عمليات في حوض جراحين بره، فالحوض ده مش جنب منور، يعني ده كده مش جنبه منور وده مش جنبه منور، ده بس الوحيد اللي جنبه منور. فكان في الحالة دي هعمل ايه عشان اغذي الحمام ده، حمام سوري، اغذي الحوض ده، الحوض ده بعيد عن المنور، فالمسافة اللي همشيها دي كلها صعب ان انا امشيها اندر تايل، تكسير كتير ومش عملية. ولكن الاسهل دايما في الجزئية دي همشي فين بقى، اهو في الهاي ليفل، at high level، همشي في العالي. فانت دايما لما تلاقي الفيكتشرز بتاعتك بعيدة عن المنور او بعيدة عن نقطة السورس، امشي على طول في السقف او في المعلق فوق. النقطة دي مهمة جدا، خلاص مهم جدا النقطة دي، اوعى تنساها. النقطة التانية والاهم، اي حمام هتخش تغذيه مهم جدا تبدأ قبل ما تدخل الحمام ده تكون عامل محبس ايزوليشن فالف. على سبيل المثال هنا مثلا انا عندي حمام اهو، هو مش حمام ده، دي غرفة دي، ودي حاجة في المستشفى والله مش فاكرها حاليا، غرفة تحليل، تحليل، حاجة زي التحاليل. ف ايه ده، يوهو، طب تعالى ناخد حمام تاني، حمام تاني أصعب شوية أهو برضه. على سبيل المثال كان عندنا هنا مثلا غسيل كلوي، غرفة غسيل كلوي، ربنا عافينا يا رب. فكان كل نقط كان كل سرير محتاج نقطة مية، يعني نقطة تغذية، فصعب الشبكة دي كلها أمشيها أندر تايل. فلما تلاقي شبكة كبيرة كده والمصدر بتاعها أصلا جاي من المنور، فكل ده بيمشي في الهاي ليفل، تعامل معاه على انه شبكة حريق. انا شبكة حريق كنت ماشيها في المعلق لانها بتبقى كبيرة جدا. نفس الكلام هنا، لما بتلاقي اكتر من نقطة هتغذيها جنب بعض شبكة، على طول اشتغل فين، في المعلق على طول. اهي ده المنور اهو، ده الرايزر بتاعي اهو، هبدأ اطلع منه بالشبكة وابدأ اغذي ده كل ده سنجل لاين، انا لسه هوريكم الدبل لاين، هبدأ اغذي كل نقطة، كل ده في الهاي ليفل، كل ده ات هاي ليفل. لا تقول لي مدفون ولا تقول لي تحت الارض، مفيش الكلام ده، كله في فين، في الهاي ليفل، سهل جدا للصيانة، سهل جدا في التركيب، فكل ده بنشتغله فين، في الهاي ليفل. طيب نقطة مهمة جدا، قبل ما ادخل على الشبكة لازم اعمل محبس ايزوليشن زي هنا كده عندي، ده بلاد فريزر، ده بنك الدم، فنقطة التغذية هنا، ده المنور بتاعي اهو، طلعت الرايزر بتاعي، فضلت ماشي ماشي ماشي، اول ما بدخل على الحوض بعمل ايه، محبس ايه، ايزوليشن فالف، بحط الرمز ده، مهم جدا احطه. ليه؟ لان وقت ما هعمل صيانة هنا هقفل المحبس ده، مش هقعد اقفل المحبس بتاع المستشفى كله،
لا هقفل على المحبس ده بس. انا حبيت اوضح المثال بتاع المستشفى، وان شاء الله باذن الله في كورس متقدم لرسم تطبيق عملي على رسم شبكات المستشفيات، سواء فاير اتش فاك بلومنج، ان شاء الله ده انا بحضر له حاجه يعني ان شاء الله تعجبكم باذن الله. بس انا بوديكم هنا ايه الحاجات الاساسيه اللي تاخد بالك منها، تمام؟ دي النقطه التانية المهمه جدا اللي لازم تاخد بالك منها، حته الايزوليشن فولف. طيب النقطه التالتة بقى وهي حته السايزنج. تيجي تقول لي يا باشمهندس ابراهيم، وانا هقعد بقى عند كل حوض اشوفه كام فيكتشر يونت، وادخل على التيبل الجدول وابدا اشوف هو عايز كام جي بي ام؟ في الحقيقه هو انت بتعمل كده يا باشمهندس ابراهيم؟ بصراحه الاول كنت بعمل كده، ومع التكرار حفظتها يعني. انا مع التكرار، بس انا مش عايز اعودك على الحفظ يعني. مش عايز اقول لك من دلوقتي لو انت شفت حوض اديله 20 مللي، ولو شفت حوضين يبقى 25 3 32. مش عايز اعودك على كده. عايزك انت بنفسك تدخل في الجدول وتبدا تشوف كل حوض محتاج كام ماسوره داخل عليه، بكام سايز. ده انا عايز اعودك عليه. فما تطلبش مني ان انا اقول لك ايه طريقه تدخل ايه تتخلص بيها على طول، لا، عود نفسك ان انت اللي ترسمها بنفسك. هقول لك سريعا انا بعمل ايه، بس انت ايه يعني طبق بايدك احسن. لو عندك حوض زي ما هنشوف هنا، طبعا انا مع يعني مع كتر المشاريع يعني، مثلا انا دلوقتي مثلا تعبت في المشروع ده. انا ليه بقول لك كده؟ اتعب في مشروع واحد، اعمل سايز بنفسك، بعد كده المشروع الجاي انت اصلا مش هتتعب. ليه بقى؟ لان انت هتيجي المشروع اللي انت عملته ده هتبقى انت عارف انت عملت ايه وتبدا تشتغل عليه. يعني مثلا انا جيت هنا بعد الحسابات، لان كل حوض محتاج ماسوره 20 مللي، والحوضين 25، والتلات احواض لو ماسورة هتغذي تلات احواض حمامات او تلاتة بلامنج فيكتشر، فيبقى تلاتة بلامنج، يبقى انا كده محتاج كام؟ محتاج 32. ده اللي انا لقيته في بالتدريب يعني، انا قاعد بجرب، بس انا مش عايز اعودك ايه على كده. طيب فنصيحتي كل بلامنج فيكتشر، دي نقطة مهمة جدا، محتاج ماسورة 20 مللي. أي بلامنج، أي نقطة بلامنج فيكتشر محتاج 25 مللي، ما عدا الفلاش فالف. أي شفاط، أي شطاف سوري، ده عايز كام؟ عايز 25 مللي. يعني أنت لو لقيت قاعدة حمام بالمنظر ده ومحبس، يبقى دخله ماسورة 25 مللي. أنا بديك من آخر التجارب يعني، وصح جدا يعني. أنا كان في حالة لو أنت ما عندكش ديزاين أصلا، ولو عندك حوض يبقى كام؟ 20 مللي. حلو. لو عندك حوضين يبقى 25، لو عندك 3 احواض زي ده كده يبقى كام؟ يبقى 32. هو 32 داخل على 3 احواض، 1 2 3. طيب كل المية السخنة، مواسير المية السخنة كلها 20 مللي، ما بتكبرش ولا بتصغر، كلها 20 مللي، تمام. ده كده بالنسبة للسخانات اللي هي الصغيرة. اما يعني السخانات الكبيرة لا، دي بيبقى ليها سايزنج مختلف، دي نقطة تاخد بالك منها. مهم جدا ان احنا دايما في شبكات المية بتاعتنا زي ما قلنا، بنمشي ساعات اندر تايل، وساعات بنمشي في الحيطة، بنمشي كتير قوي في الحيطة وبنبدأ نغذي، وساعات بنمشي في المعلق. طب لما احنا بنمشي في الحيطة، ليفل المحابس دي على كام من الارض؟ يعني هو دلوقتي المحبس ده على ارتفاع قد ايه من الارض؟ 10 سنتي، 20 30 40 متر، 20 متر، هعرف منين؟ بص، اول حاجة عشان تعرف مصدر المعلومة دي، في حاجة اسمها اصول صنعة. مبدئيا كده انت اول حاجة بتدخل على اللوح الاستشاري، اللوح التصميمية، وبتبدأ تشوف الديتيلات بتاعة الحمامات دي. هو حاطط في الديتيلات دي بيبقى في سكاشن للحمامات دي، بتشوف المحبس ده على ارتفاع كام. هوريكم حاجة كده، دي كده ديتيل المشروع تاني غير اللي احنا شغالين فيه. الديتيلة دي بتقول لي يعني، يا رب بس تكون واضحة. انا عندي حوض اهو، هو قطعه كده، اعمل له سيكشن. الحوض اهو، الحنفية اهي، وادي الحوض، وادي الصرف بتاعه، تمام. محدد لي الصرف، محدد لي هو هنا بقى ايه بقى، محدد لي كمان ماسورة التغذية اهي، قايل لي انها على 45 سنتي من الارض. خلاص، يبقى انا كده اكتب في ورقة وقلم على جنب ان مية التغذية 45 سنتي. وكذلك نقطة التغذية، المية الساقعة والسخنة الاتنين على نفس الليفل، بيبقى محبسين على نفس. فهو حاطط المحبسين على 45 سنتي،
والصرف، نقطة الصرف على ارتفاع 50 سنتي، خلاص دي حاجة ستاندرد أنا واخدها من الداتا اللي هو بعتها لي الاستشاري، قال لي اشتغل على الداتا دي. نوع حوض تاني، ده حوض تاني مختلف عن الأولاني، قال لك لو أنت هتشتغل بالحوض ده فنقطة الصرف، نقطة التغذية بتاعته على 33 سنتي من الأرض، والصرف هيبقى على ارتفاع 38 سنتي، وارتفاع الحوض نفسه 73 سنتي. فانت اول حاجة مصدر الداتا بتاعتك الجزئية بتاعت المحابس دي على ارتفاع كام، دي بتتحددها من الداتا بتاعت المشروع. في المستشفى هنا ما كان متحدد ليفلز تانية، كنا محددين ان التغذية كلها على ارتفاع 55 سنتي من الارض، من الارض تمام. طيب يعني ايه، انا عايز اقرا الكلام ده، اقرا ازاي؟ ده اول حاجة المحبس ده مكتوب مقاسه، ركز معايا، ونوعه، نوع المية الماشية فيه كولد ووتر، ونوع الماسورة بي بي ار، وان دي معناها ان وول، انها ماشية في الحيطة الماسورة دي. فاللي يقرا اللوحة يبقى عارف ان الماسورة دي ايه مواصفاتها وعلى ارتفاع قد ايه من الفينيش. حلو الكلام. برضو دي من الحاجات الاساسية اللي انت لازم تاخد بالك منها. برضو كل حمام لازم له محبس ايزوليشن، فانت هتشوف هنا مثلا الحمام ده هتلاقيه لازم محبس ايزوليشن، يبدأ بالشبكة على طول قبل ما يدخل، بيبدأ بمحبس ايه، ايزوليشن. طيب يبقى دي نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. طبعا الاستشاري بيبقى محدد لك سايزنج لكل حاجة، محدد لك الشبكة السايز بتاعها قد ايه، وهتمشي في انهي ليفل، يعني عموم مش طبعا مش في انهي ليفل بالارقام، ولكن هيقول لك هل هي البوزيشن بتاعها، اللوكيشن بتاعها فين، اندر جراوند، اندر تايل، اندر سلاب، اباف سيلينج، وهيحدد لك الكلام ده كله. الكلام ده خلاص احنا فهمناه، يعني دلوقتي تيجي تفتح اي لوحه تبقى انت عارف كويس جدا ان انت الرموز دي بترمز لايه. الجزئيه الاهم والاخيره ولازم تاخد بالك منها بقى، واحنا بقى بنرسم، لما نيجي نرسم تولز اوتو فلويد، بنختار نوع البي في سي بايب، بتبدأ تظهر لك البرتقاني دي، محدش يلخبط ويروح يقوم جايب ايه بتاعت ايه، بتاعت الصرف، غلط، ما تجيبش الصرف، جيب البي في سي بايب. بعد كده بتختار الماسورة، تمام، بيبدأ يدخلك يقول لك عايز تشتغل على انهي سيستم، هشتغل على اخر واحدة، بيبدأ يعمل لودنج. طبعا لو انا عايز اعمل موديفاي وابدا ازود السيستمز بتاعتي براحتي اهي، من لاير مانجمنت، مين لاير، بنفتح بنبدا ندخل اي سيستم احنا عايزينه جديد. فبتيجي هنا تختار اي سيستم قديم وتكمل عليه، يعني الفنت ده هتشيلها، هنعمل اد بقى مش هنعمل موديفاي، وعايز ادخل مثلا ايه، ووتر سبلاي، ووتر سبلاي. طبعا طبعا في اللاير الكلام بيبقى شابك في بعضه، فووتر شرطة سبلاي. حلو كلام. الهيدنج هنا بتكتب اسم السيستم كامل، ووتر سبلاي، وبتبدأ تختار لون السيستم بتاعك، دايما في الغالب بنعمل لونه ازرق، ندوس اوكي وبندوس اد، كده هو ضافه للسيستم، وبندوس اوكي هيبدأ يعمل لودنج. كده انا كده انا عرفت الاوتو فلويد، قلت له ان انا عايز ابدأ ارسم شبكة مياه، وبندوس كلوز، ندوس اوكي، بنبدأ نخش بقى على الشبكة بتاعتنا، بنلاقي الووتر سبلاي بتاعتنا، نبدأ ندوس ونبدأ نشتغل. نختار مقاس 20 ملي، وندوس اوكي. على سبيل المثال طبعا انت في اللوحة بتاعتك زي ما اتكلمنا في الفاير وفي المحاضرات القديمة، انت عينك على الديزاين ولكن انت اللي بترسم بنفسك. مهم جدا وانت بترسم حتة النقط اللي انت ايه بتغذي بيها، يعني بتيجي هنا على سبيل المثال لو جينا هنا نعمل لودينج 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 لودينج، لا لا سوري، ووتر سبلاي، ماشي 20 ملي. حلو، وانت بتشتغل تركز كويس جدا، هو برنامج سهل معاك جدا، يعني هتيجي عند كل محبس وبتبدأ ترسم الشبكة بتاعتك، يعني هتلاقي هو بيرسم معاك الفيتنج كعان اوتوماتيك، هيعملك يعني انت متشغلش بالك خالص موضوع السايز ده،
وانت ماشي اهو كليك يمين، عايز تعمل موديفاي تبدأ مقاس اكبر شوية، هتعمل مسلوب لمقاس اكبر اهو. هو عمل اوريدي الفيتنج بتاعت البي بي ار بتاعتك، هي مفيش اي مشكلة. عايز تعمل تبدأ تعمل التيه كونكشن، تبدأ تختار مثلا هنا نقول له نحسن 40 ملي، تمام. وهنبدأ هنا نعمل تيه كونكشن، هتدوس تيه تختار اشكال التيه مختلفة، تبدأ تحدد، يبدأ يرسم لك. مهم جدا، انا برضو هسيب لكم اللوحة دي تشتغلوا منها، تاخدوا منها الرموز. عند كل حوض تبدأ تحط المحابس بتاعتك بتاعة المياه السخنة والمياه الباردة، تاخد منها محابس الايزوليشن فالف، الحاجات دي انت هتحتاجها بشكل اساسي. ايزوليشن فالف، هتبدأ تحتاج شكل السخانات، مهم جدا كل سخان تبدأ تحدد هو كام لتر، النوع بتاعه، وتقول طبعا ان هو انستول اباف سيلينج، لو هو اباف فالف سيلينج، لو هو موجود في المقاييس ان انا عندي لازم اركبه فوق السقف الساقط. فدي الحاجات الاساسية اللي انت تاخد بالك منها. انت معاك كده كده لوحة ديزاين بتبدأ تمشي شغلك عليه يعني. وانت شغال كده طبعا، هنا عشان اللوحة السكيل بتاعها صغير فمش هعرف ارسم هنا، هتبدأ تمشي على نفس الخطوط دي سنجل لاين، تحولها دبل لاين. بس انت فاهم، انت مش مجرد بتعمل دبل لاين وخلاص، لا انت عارف انت بترسم ايه، مراجع السايز كويس قوي، حاطط الايزوليشن فالف بتاعتك، حاطط الانوتيشن المظبوط لكل ماسوره بتقول ان دي اباف سيلينج، دي اندر تايل، محد حد دي كلها. بالمحاضره دي يعني انا حاولت اضغط التغذيه في محاضره واحده، واتمنى ان شاء الله تكون وضحت. ابداوا دربوا ايديكم بقى على كل اللي احنا شرحناه. احنا نزلنا حوالي 14 محاضره، ف يعني بصراحه انا مبسوط جدا من التجربه، كانت ممتازه صراحه. وان شاء الله انا مكمل باذن الله، مكمل على اليوتيوب ومكمل على الصفحه الجديده على الفيس، في صفحه جديده كورسات ميكانيكا ام اي بي كورسز، دي صفحه جديده على الفيس طبعا، لان انا كنت شغال بالاكونت الشخصي فهي كانت مقيداني شويه. اكونت شخصي صفحه بيبقى فيها بابلش تولز احسن، اسهل بكتير في الاداره بتاعتها. فتابعوا الصفحة، هي حاليا موصلة حوالي 300، داخلة على 400 فانز تقريبا. فعايزين بقى نكبر الصفحة يعني. معلش بقى انا عمال اتعبكم معايا، انقلكم من اليوتيوب للفيس لجروب الفيس، معلش بقى دي اخر نقلة، يوديمي وصفحة الفيس، صفحة الفيس الجديدة. فما تنسوش بقى تشتركوا في الصفحة الجديدة وتتابعوا الكورسات، وان شاء الله باذن الله انا على اليوتيوب هبدأ انزل ميني كورسز كده، مقتطفات كده من كل الكورسات اللي هبدأ انزلها على يوديمي. واي استفسار اي سؤال، الواتس موجود، اكونت الفيس موجود، الشات موجود، الصفحة موجودة، اليوتيوب، تواصل معايا في اي بلاتفورم من دي وان شاء الله يعني هرد عليك. شكرا ليكم وشكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.